الاجراءات اللي خدت بلادنا في المواجهه ديال الميكروب ديال الفيروس ديال كورونا هي اجراءات قويه جدا ومبكره باش بلادنا ما تطيحش في نفس الوضعيه اللي وصلوها بلدان اخرى اللي تاخروا بعض الشيء في اتخاذ هذه الاحتياطات. ولكن مهما درنا الاجراءات كيف ما كانت الاجراءات اللي كنديروها قويه الا ما كانش المواطن كيتبعها والمؤسسات كتبعها بالحرف وكيحترموها بالحرف ما غتكونش عندها نتيجه كبيره. الحمد لله الكثير من المواطنين واعيين بهذه الاشياء هذه، ولكن كاين بعض المظاهر السلبيه اللي خصنا نهضروا عليها باش يمكن لينا نتجاوزوها. اولا كاين الناس اللي باقا كتستهتر بالمرض وباقا كتعتقد بانه المرض شي حاجه بسيطه وغير دايزه وما نقدروا ما نديروا حتى شي حاجه وما غيوقع والو. لا، الا كانت البلاد خدات هذه الاجراءات الكبيره جدا والقويه ومازال اجراءات اخرى اللي غادي تاخذ، فحيت باش ما بغيناش نوصلوا للوضعيه اللي هي قبيحه. وضعيه الحمد لله بقى تحت السيطره، بغيناها تبقى تحت السيطره، دونك الاستهتار ما خصوش يكون. الحاجه الثانيه هما الخطا الثاني هما الناس اللي داكشي اللي كطلب منهم يديروه ما كيديروهش، والحاجه اللي ما خصوش يديروها هي اللي كيديروا. مثلا الاختلاط، التجمعات، الحفلات العائلية، الدعوات العائلية، الناس نطلب منهم باش ما تدارش، مع الأسف باقي مستمرين كيديروها. والعكس مثلا كنقول الناس وجميع يعني الخبراء في العالم والمنظمة العالمية للصحة وزارة الصحة كتقول باللي مثلا البور ديال لي ماسك ما كاينلاش بالنسبه للناس اللي صحاح. الناس اللي صحاح ما عندهم لاش يهزوا لي ماسك يديروا لي ماسك ديالهم في الشارع او يتساروا بهم او يدوروا بهم، ما عنده حتى شي معنى، ما كيحميهم شيء. الماسك مديور للناس اللي مراد كيديروه يحملوه باش يمكن ليهم ما ياديوش ملي كحبوا يعطسوا ما ياديوش الناس اللي حداهم. دونك هذه الاشياء اللي ما خصهاش دار وكنديروها وكنعتقدوا باننا حنا كنحميو نفوسنا في الوقت اللي كيعطينا غير واحد الاحساس خاطئ بالامان. الحاجه الثالثه هي الناس الانتظاريه، الناس كتظن بانه غدا بعد غدا غادي تجي كورونا تدق عليه في الدار وتخبروا تقول انا بعد غدا راه غنجي عندك، هو عاد ما غيبقاش يسافر، عاد ما غادي يبقاش يتحرك بزاف. لا، الى واخا لحد الساعه باقي ما تخدش الاجراءات ديال الناس يبقاو في الديور ديالهم، الى ما عندي ما ندير برا ما عندي ما نمشي ندير برا. الى ما تخدش هذه الاجراءات باش الحياه كنسمحوا لها تستمر في واحد الحد الادنى ديالها في انتظار اننا القرار يتم الاتخاذ ديالو. ولكن هذا ماشي معناه باللي غير ما كاينش القرار ديال الناس يبقاو في الديور ديالهم نمشيو ونقلبوا ونجتمعوا ونتلاقاو. لا ابدا، خص كل واحد اللي ما عندوش سفر ضروري ما غاديش يسافر شيء، اللي ما عندوش شيء يخرج ضروري ما خصو شيء يخرج. دونك هذه اخطاء اللي مهم باش الناس نكونوا واضحين معهم، اللي مهم في محاربه ديال كورونا الماء والصابون، الماء والصابون، الماء والصابون، كل نص ساعه كل ساعه يغسل يده ماء والصابون واخا ما قاس حتى حاجه، الا كانوا يده مسخين قاس شي حاجه بغى ياكل تغدى كمل الماء والصابون بمناسبه وبدون اي مناسبه. الماء والصابون المده ديال 20 ثانيه هي الحمايه الكبيره، ما نخلطوا شيء الناس. تكون واحد مسافه الامان بيننا وبين الناس اللي الا كان مضطرين نتلاقاوهم، الا كنا غنعطسوا ولا نكحبوا نديروا اما المشوار اللي كيتلاح اما نحبوا في الكود ديالنا في الكود ديالنا ماشي في الهواء ولا في الوجه ديال الناس. ما خصناش يبقى نشدوا في الوجه ديالنا في النيف وفي العينين في الفم ديالنا، خصنا نبقاو في الديور ديالنا كل ما امكن. اللي ما عنده ما يدير برا ما كاينلاش يخرج، اللي ما عنده لاش يسافر ما كاينلاش يخرج، باش نحاولوا نهرسوا المرض ماشي هو اللي هرسنا.